موضوع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين. تعلمون أن هذه الوكالة تمر بأزمة مالية خانقة، لابد من سد العجز المالي الذي تعاني منه الأنروا، لأن الحفاظ على الأنروا هو الحفاظ على حق 5 ملايين لاجئ فلسطيني العيش بكرامة، الحفاظ على حق أكثر من 500 ألف طالب فلسطيني في التعليم وفي الصحة وغيرها من الخدمات. من أجل ذلك نحن في المملكة بدأنا مبكرا جهدا كبيرا من أجل العمل على حشد الدعم الدولي للأنروا، لأن تستمر بالقيام بدورها وفق ولايتها ووفق تكليفها الأممي، لأن الأنروا مرتبطة بقضية اللاجئين، وقضية اللاجئين هي قضية من قضايا الوضع النهائي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدم ذلك القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض. وكما ذكر أخي العزيز، تركيا والأردن سيكونان جزء من الجهد الذي نعمل على تنظيمه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمرا سيكون برعاية المملكة وتركيا والسويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، للتأكيد على 3 قضايا: القضية الأولى العمل على سد العجز المالي، القضية الثانية العمل على تخطيط مالي طويل المدى حتى لا تواجه أنروا هذه الأزمة مرة أخرى، وأيضا التأكيد على الجانب السياسي من أن قضية الأنروا مرتبطة بقضية اللاجئين، وبالتالي لابد أن تستمر بالقيام بدورها حسب تكليفها الأممي. تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا المنطقة الأخرى، هدفنا الأمن، هدفنا الاستقرار، هدفنا حل الأزمات، هدفنا أن نصل إلى حال يكون فيها الشرق الأوسط كله خالي من الصراعات، بحيث نستطيع أن نتعاون معا من أجل تحقيق الأفضل لشعوبنا وبناء المستقبل الذي تستحقه شعوبنا. وفي هذا السياق بحثنا علاقاتنا الثنائية، ونحن نسير بخطى واثقة وثابتة بقيادة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس من أجل البناء على هذه العلاقات وإيجاد أفاق أوسع لتطورها. وكما ذكر معالي، تحدثنا في موضوع الاتفاق التجارة الحرة الذي نريده اتفاقا ينعكس خيرا وإيجابا على البلدين، وأخي معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين هو الأقدر عن الحديث عن ذلك. أود فقط أن أؤكد بأننا سعيدون بما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر، وقد لاحظتم على مدى الأشهر الماضية حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين وبين معالي الأخ وأنا من أجل بحث السبل التي تأخذنا نحو تعزيز هذا التعاون وتطويره وفتح آفاق أوسع. نتطلع إلى دور أكبر لأشقائنا في تركيا في الاستثمار والإفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأردني. مرة أخرى معالي الأخ، أشكرك على طيب استضافتك، وأشكرك على الحوار الصريح والمعمق الذي اعتدت أنا وإياك على أن نجريه دائما، وأشكر معالي وزيرة التجارة أيضا على حفاوتها، وآمل أن نستطيع أن نعمل معا من أجل تحقيق ما فيه الخير لشعوبنا، وشكرا لكم.